فوضى يعني إلى ما أنت هنالك. تأخذنا فعلا دكتور نزار لمسألة بأنه هذا تراجع، هذا استدراج وليس تراجع، لأنه ما حدث ضمن كل المتابعات منذ بدء الانسحاب للقوات الروسية من خرسون بأن هذا هو تراجع للقوات الروسية، وهي الآن ربما تكون جاهزة لعملية تفاوضية سقف مطالباتها فيها لن يكون كبيرا. لا بالعكس، سقف المطالبات الروسية أكبر من منذ قبل بداية العملية العسكرية وحتى في بداية العملية العسكرية. في بداية العملية العسكرية لم يحدث انضمام المقاطعات الأربعة إلى روسيا ولم يتم التصويت، الآن بالعكس السقف الروسي هو أكبر بكثير. استنادا على ماذا دكتور نزار؟ يعني الآن الانسحاب من خرسون حتى وإن كان تكتيكي ولكنه أيضا يعد انسحاب، وقبلها منطقة خاركيف في سبتمبر الماضي، فعلى لا خاركوف، اولا خاركوف لم تنضم ولم يتم فيها تصويت طبعا في هذه المنطقه للتصويت للانضمام الى روسيا، هذا شيء تماما مختلف. انسحبت روسيا فقط ايضا من اجل الا تكون قواتها حقيقه مطوقه من قبل القوات الاوكرانيه، وحتى لا يكون هناك خسائر كبيره في القوات الروسيه، لحقيقه روسيا تحافظ على جنودها ضمن تكتيك معين حتى لا أخسر أرضا ولا تخسر جنودا. الأرض لم تخسرها روسيا على الأطلاق، هذه الأربع مناطق أو المقاطعات التي انضمت إلى روسيا لن يتم التراجع عنها على الأطلاق في المفاوضات، هذا طبعا خط أحمر، وهذا ما تحدثت عنه طبعا الخارجية الروسية ووزارة الدفاع والكرملين. إذن هنا السقف الروسي هو أكبر مما كان عليه سابقا، المناطق الأربعة لن يعني تعود إلى أوكرانيا.